سلام الله عليكم مشاهدينا، عليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتو. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني صباح اليوم بالقصر الرئاسي السيد محمد ول بلال الوزير الأول المكلف، وتم خلال اللقاء تكليف السيد محمد ول بلال بتنسيق العمل الحكومي. وشكر الوزير الأول الجديد في تصريح بعيد اللقاء فخامة رئيس الجمهورية على الفرصة التي أتاح له لخدمة وطنه. شرفني رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني هذه اللحظات باستقبال، حيث طلب مني تنسيق العمل الحكومي، وقبلت هذا الطلب بكل سرور، وتجد الفرصة لأشكره جزيل الشكر، كما أشكر إسماعيل ول بدة ول الشيخ سيديال الوزير الأول المنصرف على هذا العمل اللي قام به في وقت وجيز، وكذلك أطلب من أعضاء الحكومة مواصلة العمل الحكومي إلى حين تشكيل حكومة جديدة. إلى اللقاء.